لما تزعلي انا بغلي غالي محسوبي عقلبي عيونك والله الي لما تزعلي انا بغلي غالي يعني نزرع زيتون جبنا لنا 300 شجره نزرع نقعد وين الطورية يا معلم؟ هاي عملنا كمان تنقيط عملنا تنقيط جبنا 300 نزرع هنهار قسم منها ان شاء الله لكن ناويين ان شاء الله نكملهن هاي السخنة هناك هاي الجهة الثانية الجهة الغربية من نزرعتي هاي السخنة هذيك هذيك الهاشمية هذيك بلعمة هاي جبال ودع هذا ابو مالك طربان هاي قويه ابو مالك هذول قويات يا ابو مالك قويات راح اسمي عليهم احسن شيء احسن شيء الاحمر ها هاي زيتون هناك زيتون هون شغالين عشان نتريح بعدين هذا القسم يعني نحاول كل الفراغ كل الفراغات عندي بدي احاول اعبيهم شجر يعني استفيد منهم ما ودي اخلي اي فراغ لان الشجره المثمره مثمر استفيد منها